مفيش لاعب ألماني كسب ألقاب أكتر منه، مش محتاج تستخدم جوجل عشان تعرف المعلومة دي. كأس العالم، دوري أبطال أوروبا مع سداسية تاريخية، 10 بونز ليجا، 6 كأس ألمانيا، وزيهم في السوبر الألماني، هداف وأفضل لاعب شاب في مونديال 2010، تاني أفضل لاعب في كأس العالم 2014 بعد ميسي، وتاني هداف البطولة بعد جيمس رودريجيز. توماس مولر دايماً كسبان. كنت غلطان جداً لما استبعدته من المنتخب. ممكن تقول الإخفاقات اللي حصلت لنا دي بتورينا إيه اللي ممكن يحصل لو خسرنا توماس مولر. توماس، قبل أي كلام ممكن تقوله، أنا عارف إنك عشت فترة صعبة، لكن اثبت لي واثبت للعالم قد إيه أنت عظيم. أنت قائد بالفطرة، ودلوقتي عندك فرصة تعدي 100 مباراة مع المنتخب وتصنع التاريخ. أنا كنت مستني المكالمة دي، كنت مستعد دايماً للحظة دي، عايز أكسب البطولة الوحيدة الغايبة عني. بعد نهاية الأبطال السنة اللي فاتت حسيت إن عايز ألعب فوراً في اليورو. مش هنسى أبداً كأس العالم 2018، بعد ما خرجنا من البطولة بكيت في الملعب، كنت واحد من اللي باين عليهم الحزن فعلاً. الكاميرات ما سابتنيش وقتها لحد ما المشهد اتكرر تاني لما خرجنا الموسم ده من كأس ألمانيا على إيد كيل، فريق الدرجة التانية. إيدي في جيبي، وشي باين عليه الإرهاق، والتلج بيقع حواليا من كل مكان. اتفاجئت بالمراسل بيضحك قدامي فسألته: أنت بتضحك هنا دلوقتي؟ رد قال لي: أنا مش بضحك. قلت له: لأ أنت ضحكت. كان واضح عليه أنه مبسوط من هزيمتنا، خصوصاً أني كنت متعصب وقللت من كيل، رغم أننا دفعنا وحش وسجلنا بصعوبة، لكن أنا مش بحب أخسر. كنت دايماً بسمع تعليقات الجمهور على أسلوبي: رجلي رفيعة، بنزل الشراب تحت الركبة، وبصرخ دايماً عشان أسجل أو أحمس زمايلي. في نهاية 2018 كان عندنا ماتش ضد هولندا، مباراتي المية مع المنتخب، نزلت والنتيجة 2-0 لينا، لكن هولندا تعادلت، وده كان معناه عدم تأهلنا لنص نهائي دوري الأمم الأوروبية، وكانت نهاية منطقية ل 2018 الكارثية. يواخيم لوف شاف أني أحد الأسباب الرئيسية في الإخفاق والأداء المخيب ده، وفعلا بعدها بفترة أمر باستبعادي من المنتخب مع زميلي ماتس هاملز وجيروم بواتينج. عانيت جدا كمان مع كوفاتش بشكل ما كانش له مثيل في حياتي، لقيت نفسي فجأة على الدكة. مش هتتخيل أبدا مدى شعوري بالذنب ناحية النادي الوحيد اللي لعبت له خلال مسيرتي، خصوصا لما تقال إنه عايز يبيعني في أكتوبر 2019، واللي محدش من النادي طلع أنكرها. أنا كنت على استعداد أرحل طول ما كوفاتش مستمر مع النادي. بعد الموسم ده رجعت كل حاجة زي الأول وأحسن. فليك أدرك بسرعة إني لسه ما انتهتش، راهن عليا من أول يوم عشان أكون الثنائي المدمر مع ليفاندوفسكي. كان عارفني كويس، بيخليني دايماً قريب من منطقة الجزاء، والباقي عليا. بحب ألعب وسط الزحمة حتى لو المنافس بيدافع بكل لعبته، لأنه ببساطة مش هيتوقع اللي هعمله. كنت بسأل نفسي ليه ممكن المدربين يحرموا نفسهم من ميزة وجود شخص زي عنده القوة دي. أنا لسه ما انتهتش، مفيش أي شخص ممكن يتعاطف مع فريقه زيي أو يجادل الحكام والمنافسين دايماً عشان مصلحة نادي. أنا لسه قادر أرجع ألمانيا للمجد. لما تشك في قدرتك على تحقيق كل ده، فالأفضل يكون عندك شخص زي توماس مولر.